درس بليغ لنا أن لا ننساه وأن لا نتجاهله، بأن حقوق الناس في الحياة الحرة الكريمة هو الأساس. ملتقى السليمانية بدورته السابعة كان واحدا من أنجح الملتقيات على الإطلاق، ليس فقط على المستوى العراقي وإنما أيضا على مستوى منطقة الشرق الأوسط. قصة النجاح لهذا الملتقى تبدأ كلها من رئيس جمهورية العراق السابق الدكتور برهم صالح، هو الذي أوجد الجامعة الأمريكية في السليمانية في عام 2007، وهي طبعا التي بدأ من خلالها ظهور ملتقى السليمانية الذي نتحدث عنه طبعا. وهذا الملتقى ظهر بداية في عام 2013 2014 و15 و16 و17، وبعدها في عام 2019 حتى وصلنا إلى عام 2023. في 15 وفي 16 من مارس كان هذا الملتقى حاضرا برعاية تامة من رئيس جمهورية العراق السابق الدكتور برهم صالح بهذه الطريقة التي ترونها على مدار يومين. وأيضا إن هذا الملتقى كان أساسا باستضافة معهد الدراسات الإقليمية والدولية المهم للغاية، الذي عمل كثيرا على إنجاح طبعا هذا الملتقى المهم للغاية. وإذا ما أردنا أن نلقي نظرة على طبيعة الموقع ولنتعرف عليه بشكل أكبر، الموقع الأهم ألا وهو طبعا لا وهي الموجودة في الجامعة الأمريكية طبعا في السليمانية، والآن إذا ما اقتربنا من إقليم كردستان مباشرة إلى مدينة السليمانية، هنا ستلاحظون طبعا أربيل وستلاحظ كركوك وستلاحظ مباشرة مدينة السليمانية، إلى غربها تماما ستجد الجامعة الأمريكية الموجودة طبعا في السليمانية. هذه هي الجامعة الأمريكية، في هذه القاعة تحديدا كانت عملية ظهور ملتقى السليمانية بدورته أساسا السابعة التي نتحدث عنها وفي جميع دوراته أيضا. وأساسا كان الحضور ببساطة أن المسؤولين يأتون بهذا الطريق بهذا الشكل على الريد كاربت، على البساط الأحمر، ويدخلون إلى هذا المبنى المهم للغاية الذي تواجدت فيه شخصيات من الشرق ومن الغرب ومن القيادات العليا وعلى أعلى المستويات، حتى أهم القنوات والصحف ووكالات الأنباء كانت حاضرة. وإذا ما حاولنا أن نهبط في القمر الصناعي مباشرة في هذا المبنى لكي نلقي نظرة على صورة موجودة ومتوفرة في القمر الصناعي، سنجد أنفسنا مباشرة أمام هذه الصورة الرائعة لهذه القاعة التي تجمع أهم الخبراء وطبعا أهم المفكرين على الإطلاق. وهذا الملتقى هو ليس ملتقا عاديا، بل أنه ملتقى تتم من خلاله ترجمة أساسا الأفكار التي تطرح وبعد ذلك تتحول إلى حقيقة، إلى واقع ملموس إلى المواطن العراقي، وحتى تستفد منه منطقة الشرق الأوسط. وإذا أردت أن تعرف أهمية هذا الملتقى فهذه الصورة تختصر عليك الطريق لكي تعرف لماذا هذا الملتقى هو من أنجح الملتقيات على الإطلاق خاصة في هذا الوقت. فأنت ستجد بجانب رئيس جمهورية العراق السابق الدكتور برهم صالح، ستجد رئيس الوزراء العراقي السيد محمد شاع السوداني، ستجد أيضا رئيس إقليم كردستان السيد نجيرفان برزاني، وأيضا رئيس مجلس القضاء الأعلى ستجد السيد بافل طالباني، قوبا طالباني، ستجد وزراء، ستجد شخصيات مهمة، وأيضا ستجد وزير الخارجية العراقية السيد فؤاد حسين بهذا الشكل في صورة أخرى يبدو واضحا أمامنا. وأيضا والأهم هو أن الحكومات السابقة، رؤساء الوزراء السابقين كانوا أيضا حاضرين. المسألة ليست فقط مرتبطة بالحكومة الحالية، لا أبدا، فأنت ستجد الدكتور حيدر العبادي كان حاضرا على مدار يومين، رئيس الوزراء العراقية الأسبق طبعا على مدار يومين، في 15 وفي 16 كانت له كلمة وكان له لقاء أيضا مهما تحدث فيه عن العديد من التفاصيل المرتبطة
المرتبطة في محاربة الفساد، في محاربة الإرهاب، في التفاصيل التي طبعا نجح فيها والتي عانى منها أساسا في فترته، ودروس مهمة للغاية كان قد طرحها من خلال هذا اللقاء. أيضا رئيس الوزراء العراقي الأسبق الدكتور إياد علاوي كان حاضرا في اليوم الأول من ملتقى السليمانية، وبالتالي أنت تجد رؤساء وزراء حكومات سابقة، خبراء، مسؤولين سابقين، وزراء حاليين، وزراء سابقين، كلهم كانوا حاضرين لهذا الملتقى، لأن هنالك أهمية خاصة مهمة. ما يطرح هو مهم للغاية، ستعرف ما الذي تريده الولايات المتحدة، ستعرف ما الذي تريده روسيا، وستعرف أين هي الأفكار وأين تتجه هذه الأفكار. حتى أن شخصيات مهمة للغاية مثل مبعوثة الأمم المتحدة للعراق، ألا وهي السيدة جين بلاسخارت، كانت حاضرة بهذا الشكل. أيضا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس كان في كلمة عامة في اليوم الأول في افتتاحية طبعا الجلسات، أو في افتتاحية اليوم الأول لملتقى السليمانية، كان حاضرا بهذه الطريقة في رسالة مهمة لجميع المفكرين ولجميع القادة ولجميع صناع القرار الموجودين. وهذا طبعا يوضح مدى أهمية ملتقى السليمانية وما تحقق فيه، بل أيضا من الشخصيات المهمة التي كانت حاضرة من هذه الصورة التي اختصرت علينا الكثير من الطريق كان تيري وولف الذي ترونه هنا. تيري وولف هو أحد أهم الشخصيات الأمريكية، لوتنت جنرال متقاعد في الجيش الأمريكي، وهو واحد من أهم أيضا المستشارين على مستوى العديد من طبعا المعاهد مثل الناشونال سيكوريتي كونسل وغيرها. وتيري وولف كان لديه أيضا لقاء كما تلاحظون في اليوم الأول، تحدث فيه عن العديد من التفاصيل المرتبطة في الشرق الأوسط وفي شمال أفريقيا، وضحت العديد من الأمور المطلوبة هنا. طبعا أيضا تيري وولف كما تلاحظون وهو يسير في اليوم الثاني بهذا الشكل، جاءت شخصية أخرى من السفارة الأمريكية في العراق، ألا وهو ديفيد بيرجر الذي ترونه. ديفيد بيرجر كان حاضرا في اليوم الثاني في افتتاحية مهمة كانت مرتبطة في سعر صرف الدولار وما عانى منه العراق في الفترة الماضية، والحديث تماما عن الوفد العراقي الذي توجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية وطبيعة الحلول والتوافقات التي جرت بين العراق وبين الولايات المتحدة الأمريكية. ديفيد بيرجر كان قد وضح تماما طبيعة الأمور ووجهات النظر الأمريكية وما تم الاتفاق حوله بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق. وفي نفس الجلسة كان السيد علي العلاق وهو محافظ البنك المركزي العراقي أيضا حاضرا، تحدث عن العديد من التفاصيل المهمة، وكان حاضرا في العديد من اللقاءات مع وكالات الأنباء، وأجاب على العديد من الأسئلة فيما يقلق الشعب العراقي في مسألة الدينار العراقي، سعر صرف الدولار هل سيبقى نفس الشيء، لماذا هو يرتفع قليلا، لماذا هو قد انخفض بهذا الشكل، وما هو المستقبل، وما هي الخطط التي طبعا يضعها العراق. أيضا ميغان أوسوليفان وهي تعتبر من جامعة هارفارد من أهم الشخصيات التي كانت هي عبارة عن نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي فيما يتعلق في العراق وفيما يتعلق في أفغانستان سابقا، وهي طبعا كما تحدثنا من جامعة هارفارد، وكانت حاضرة في إحدى أهم الجلسات أيضا المرتبطة مباشرة في منطقة الشرق الأوسط والمتغيرات التي تجري فيها. وأيضا لاحظ أن حتى المودريترز الشخصيات التي تقوم بالمقابلات مع الأشخاص والضيوف الحاضرين كانوا على مستويات عالية، مثل أندرو باراسيليتي وهو رئيس صحيفة المونيتور كان أيضا حاضرا في طبيعة التفاصيل وطرح عددا من الأمور المهمة. الجلسات كانت مهمة، الجلسات لم تكن عادية، نتحدث عن نقاش ماذا بعد 20 عاما في العراق والتحديات العالمية الجارية مع تقارب المملكة العربية السعودية وإيران والتحديات التي تأتي بين روسيا وبين أوكرانيا وانعكاساتها على الشرق الأوسط، ماذا عن العراق، ماذا بعد احتلال العراق في عام 2003، ما الذي تغير. جلسة أخرى عن الجيوبوليتكس وهي مسألة مهمة بشخصيات، لاحظ هي تأتي من اليمين ومن الشمال، وحتى شخصيات الروسية كانت حاضرة في هذه الاجتماعات. وأيضا عن الأنرجي، عن الطاقة، ميغان أوسوليفان التي تحدثنا عنها وأندرو باراسيليتي وشخصيات أخرى مهمة حاضرة. أيضا عن الأمن، أيضا كنا أمام البيئة، عن التغير المناخي الذي عانى منه العراق وخطط حكومية حالية مهمة تأتي في اتجاه حل هذه المسألة تحديدا، وحتى الحكم، الفساد وغيرها، بحضور السيد الدكتور ريناد منصور من تشاتام هاوس، و
هذا طبعا كله تحقق مع جلسات أخرى، مع اجتماعات مغلقة وغيرها، كله جاء كنجاح كبير لم يشهده العراق فقط وإنما شهدته منطقة الشرق الأوسط. والفضل الأول والأخير طبعا يعود لرئيس جمهورية العراق الدكتور برهم صالح، الذي طبعا ركز كثيرا ورعى كثيرا هذا الملتقى المهم للغاية، والذي طبعا تحول إلى نقطة نجاح كبيرة بدأ العراق من خلالها يرى نفسه كنقطة للالتقاء والتقاء الأفكار ووضع الحلول الحقيقية للعراق وللمنطقة بشكل عام. درس بليغ لنا أن لا ننساه وأن لا نتجاهله، بأن حقوق الناس في الحياة الحرة الكريمة هو الأساس.